مساء، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مسجد مصلى مدينة تطوان، بالضبط في مدارة إيسو. نشوف الأجواء ديال صلاة الجمعة. كما قلت متابعينا، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة تطوان، نقل وقائع صلاة الجمعة من مسجد المصلى متواجد في مدارة إيسو. هذا مسجد المصلى مؤخرا تم البناء ديالو، هنا كانت المصلى القديمه اللي كانت تصلي المصلى ديال العيد، بعد تم اعاده الهيكله ديال المسجد هذا وتبنى يعني بنايه كبيره، ما كانت مجرد قطعه الارض خاويه كانوا كيصليو فيها المناسبات. الان طبعا رجعت المسجد يعني كبير، الطاقه الشعبيه تبارك الله كبيره، يعني تيصلوا فيه الناس صلوات الخمس. هنا كنقول لكم مباشره من هذا المسجد كما قلت ديال المصلى، حي توتا تقريبا، يعني جا في الوسط ما بين توتا والمدارة السوق، قريب لباب العقلة، قريب للمسجد محمد الخامس كذلك. جمعة مباركة عليكم متابعينا. اذا كما قلت متابعينا، حنا كنتواجدو في مسجد مصلى بمدينة تطوان. اعتذر على هاد الزعزع. مسجد المصلى مدينة تطوان قريب المدارة ديال إيسو، على مقربة من حي ثانية الرمل ومن حي التقنية كذلك. تحياتي لك جمعة مباركة على كل المسلمين، تحياتي لك سي محمد الرجاوي، جمعة مباركة، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، توبة نصوحة، مرحبا. إذا كما قلت متابعينا، حنا في نقل وقائع صلاة الجمعة من المسجد المصلى الواقع بحي التقنية المصلى كذلك، قريب إنسانية الرمل، قريب مسجد محمد الخامس، مدارة ديال إيسو، قريب باب العقلة، قريب إنسانية الرمل كذلك. بالمناسبة جمعة مباركة لكل متتبعينا داخل الوطن وخارج أرض الوطن. نتمنى الإخوان اللي معنا في شي مدينة وطنية أو دولية داخل أرض الوطن وخارج الوطن، نتمنى المدينة والأجواء كيفاش عاملة في الجمعة المباركة. تحياتي لك توبة نصوحة، رائع جدا ما شاء الله، تبارك الله عليكم. جمعة مباركة لكل متابعينا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ديال التذكير متابعينا، كنقول لكم وقائع صلاة الجمعة من مسجد المصلى، واقع بحي المصلى كذلك، قريب إنسانية الرمل، قريب باب العقلة، قريب المسجد محمد الخامس، في حي التوتة. هذا المسجد ديال المصلى كان مجرد قطعه ارضيه كما كتشوفوا، هذه المساحه الشاسعه تبارك الله، كانوا كيصليو فيه الناس ديال تطوان خاصه صلاه ديال العيد، يعني كانت المصلى ديال العيد. بعد
طبعا تم بناية ديال هذا السجل الكبير هاي الطاقة السحابية ديالو. كاين جناح آخر ديال النساء وجناح ديال الرجال، إضافة إلى المحلات التجارية اللي الدخل ديالها تيدخل للمسجد. كاين في الخلف ديالها مساحة كبيرة. تحياتي ليك توبة نصوحة. نحدد لكم موقع ديال المسجد، هو جا مرتبط بشارع مقاطع على شارع المسيرة ثم شارع جوج الملاكين، الطريق تطلع على مستوى باب العقلة ثم نهبط لك تهبط الطريق صريط رمز اتجاه مرتين. إذن كما قلت متابعينا كنقول لكم أجواء المسجد المصلى حي التقنية، عفوا حي التوتة، هو جا قريب التقنية التوتة سنة الرمال باب العقلة قريب مسجد محمد الخامس كذلك. أصلا جينا نشوفوا التموقع ديالو عفوا جا على مستوى وسط المدينة تقريبا. للتذكير متتبعينا، حنا كنتواجدو في مسجد المصلى مدينة تطوان، في وسط مدينة تطوان نسبيا،